اتكلم. ايوه انا بحط كده اهي على طول. الوجه غلبان يا خيتي هو كمان. دي طريقة السمنة البلدي. أنا أم إبراهيم من التجارة. أيوه. بتخمرها. نحلبها. نحمرها. وبعدين نحطها يومين في التلاجة، نرجع نحطها في حلة تكون فيها يعني درجة حرارة عالية عشان الحاجة تخمر. نرجع تاخذ لها يومين في الحلة، نرجع نحطها ثاني في التلاجة. ناخذ الوشة الفوقانية نحطها في علبة برطمانة مكفولة. نقعد نلق فيها حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع. بعدين حتبقى حتة زبدة من جوا نطلعها من العلبة ونشطفها بطخ مية ونحطها تبقى زبدة زي كده. بعد ما تبقى زبدة زي كده نحطها على حلة على درجة حرارة واطية تتسلي تبقى سمنة بلدي. نجيب مصفاية وبعدين نصفيها حتتعزل السمنة البلدي الراقية من الحداد الرترات والحداد عشان طلعنا حتة سلاية وكده وتبقى سمنة بلدي جميلة وحلوة. طريقة الجبنة القريش. نحلب البقرة. نحلب البقرة وناخذ الوشة، هي نفس طريقة السمنة البلدي. ويبقى رايب الرايب بنحطه في الشوانة في شمس يصفى لحد ما يبقى ملاح. جبنة. جبنة قريش. ايوه جبنة. نسليها بنحلب البقرة نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل. كيلو على بعض بيديب رجل سمنة. نص رجل سمنة. زمان كان في حاجة اسمها سعر بيخدوا فيه اللبن. لما كانت كمية اللبن كثيرة والخير كان كثير والبهائم كثيرة. دلوقتي احنا بنستعمل حتة البرطمان الصيني عشان اللبن قليل، والسمنة احنا بنعمله لينا في البيت نستخدمه في أكلنا مش بنبيعه في سوق ولا في حاجة زي الناس بتاعت زمان كانت تتصرف وكده. جبنا القريش. بنحلب البقرة وناخذ برضه الوشة، هي نفس طريقة السمنة البلدي. بناخذ الوشة ونحطها في برطمانة ونعملها ونردع ناخذ الزبدة نحطها في العلبة، والمية اللي بتفضل من الهني الميس بنكبه على الرايب ده ونحطه في حلة كبيرة ونحطه على نار هادية برضه يبقى جبنة، ونحطه هنا يصفى من المية ونعمله قوالب قوالب كده جبنة قريش حلو. انا بحط كده على طول. الوجه غلبان غلبان يا خيتي هو كمان.